مرحبا، أنا حقيقة. وهذا أخوي وجود. بتذكر أمي بعد ما رجعت من زيارتها للدكتور، ومن هذيك اللحظة عرفت إن وجود بيختلف عنا. وجود ما بحب التغيير وما بحب حدا يغير له ترتيبه للأشياء. هو بنزعج من بعض الأصوات اللي يمكن تكون عادية بالنسبة لنا. وحتى أكل وجود محدد. بس وجود بيقدر يغسل ايديه ويلبس لحاله. وجود متعود دايما يروح على المدرسة من نفس الطريق. وهو بتواصل عن طريق الإشارة والصور. وجود ما بحب يشارك حدا باللعب. لما نروح على المنتزه الكل بيكون يلعب، بس وجود بفضل يكون لحاله. انا دايما بحاول اشاركه باللعب. احيانا الناس تتضايق وبتعصب من اخوي وجود. هم ما بيعرفوا انه وجود ما بقدر يتحكم بتصرفاته ولا حتى بيقدر يطلع فيها. ما تسخروا ولا تستهزئوا منه عشان حركاته التكرارية. أنا بحب وبتقبل وجود. تتقبلوه أنتوا كمان؟